نحييكم على الهواء مباشرة من استوديوهات 218 نيوز في البلاد. تابعتم معنا مشاهدين الكرام من الصبح إلى الظهر في العشية وفي كل مساحاتنا الإخبارية بالتحليل وبالقراءة, ونحن نتابع معكم في مؤتمر برلين أول بأول ولحظة بلحظة. وقبل دقائق فقط انتهى مؤتمر برلين وانتهى المؤتمر الصحفي اللي تابعته, طبعا تابعته بالكامل معنا. نحاول نستغل الوقت وندخل في نتائج مؤتمر برلين, وقبل أن ندخل في التفاصيل نشوف شن هي النقاط المهمة في مسألة البيان الختامي. الجميع طبعا تكلم على أن في خطة سياسية سترسم قريبا في ليبيا, الجميع تكلم على عودة سياسية إلى ليبيا, العودة للعملية السياسية, منع تدفق السلاح, احترام مسألة حظر السلاح إلى ليبيا. ونتكلموا أيضا بشكل مبدئي تم الآن رمي الكرة كلها وين؟ في مجلس الأمن الذراع التنفيذي للأمم المتحدة. وخلونا نرحب بضيفنا اللي انضمنا الآن من الرياض, محمد الجارح الكاتب والباحث السياسي. محمد سعداء بانضمامك لنا الآن, قبل ما ندخل في تفاصيل البيان الختامي لمؤتمر برلين, خلينا نسألك السؤال العام الآن. مؤتمر برلين انتهى, هل نقدر نقول أن احنا أصبحنا أقرب إلى حل سياسي, أو نحن نقول أن برلين يبدو أنه هو بحسب التكهنات في أول مرة هو لإدارة الأزمة الليبية وليس لحلها؟ هو يعني أعتقد أن ما تم الإعلان عليه هو إيجابي إلى 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 حد ما من برلين اليوم. الألمان كانوا أذكياء في تخفيض سقف التوقعات من برلين, خصوصا أنهم كانوا يعوا أن الخلافات كبيرة جدا بين الأطراف الليبية وبين الأطراف الخارجية الداعمة لأطراف الصراع الليبي. فلذلك رأينا الألمان يعني حتى 24 ساعة أو 48 ساعة قبل المؤتمر يخفضوا في سقف التوقعات. أعتقد أنه الألمان نجحوا في مجموعة من النقاط. الأولى التأكيد على هذا الحضور عالي المستوى, يعني يمكن اعتبار مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا على أنه المؤتمر الأكبر ربما منذ سنة 2011 من ناحية التمثيل, مستوى التمثيل للدول الحاضرة, ويعني من 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 يعني من من ناحية يعني القرارات او من ناحية النقاط اللي تم التوافق عليها في 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 هذا المؤتمر. والفضل في ذلك يعود الى الاربع او خمس اجتماعات تحضيرية التي قامت بها فرق متعددة من الدول المشاركة في عملية برلين أو في هذا المؤتمر. مرة أخرى يعني من الصعب التكهن بأن هل هذه يعني هي بداية الحل, يعني ربما بالفعل برلين إذا تم التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الآن والتوجه نحو تحقيق وقف إطلاق نار دائم والتوجه إلى عملية سياسية بتواجد دولي على الأرض من ناحية المراقبة ومن ناحية الدعم في تحقيق الأمن والاستقرار وأيضا تحقيق تحسين على المستوى الاقتصادي. لكن على الطرف الآخر هناك احتمالية أن يفشل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في برلين اليوم, وإذا حدث ذلك فربما سنرى تصعيد على الأرض لم تشهد له يعني ليبيا مثيل من قبل. يعني حتى يعني في يعني النجاح مطروح في حالة أن كان بالفعل هناك التزام كما تم الإعلان عنه اليوم من الأطراف اللي اجتمعت في برلين, لكن في حال أن هذه الأطراف لم تلتزم بالالتزامات التي تم الإعلان عليها اليوم فإن التصعيد المقبل في ليبيا سيكون خطير جدا وسيكون بمستويات لم نشهدها من قبل في ليبيا. طيب اللي يخلي بعض المراقبين يقولوا أن اللي برلين هو إدارة للأزمة مش حلها, على سبيل المثال في آخر سؤال للمستشارة أنجيلا ميركل, سؤال يعني على الأغلب حاولت أن هي يعني تجيب عليه بطريقة دبلوماسية أو تتهرب منه, واحد من الصحفيين سألها كيف من الممكن أن الاتفاق أو ما تم في برلين يكون نافذ والقائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر ورئيس مجلس الرئاسي ما جلسوش مع بعضهم, وأنجيلا ميركل قالت في المؤتمر الصحفي أن الخلافات كبيرة جدا بينهم. إذا كأننا نحن نتكلم فقط على مسألة منع تدفق الأسلحة, نتكلم على شؤون أوروبية, الهجرة غير القانونية إلى آخره, يعني المعركة مش حتتوقف. نعم, هنا وجب التذكير بنقطة مهمة جدا وهي الهدف الأساسي من مؤتمر برلين,
الهدف الأساسي عندما تم الإعلان عن عملية برلين أو مؤتمر برلين كان مخصص للأطراف الدولية أو الإقليمية والخارجية المتدخلة في الشأن الليبي، لم يكن معني بالأطراف الليبية، وهذه نقطة أكدنا عليها في لقاءات سابقة. عملية دعوة السراج وحفتر في آخر لحظة كان الهدف منها استكمال ما تم بدايته في موسكو، أي المبادرة وقف إطلاق النار التركية الروسية. كان الهدف من إحضار فايز السراج وحفتر هي محاولة إقناعهم بالجلوس معا والاتفاق والتوقيع على وقف إطلاق نار دائم، لكن المجتمعين لم ينجحوا في إقناع حفتر والسراج بهذا الاتجاه، ولذلك رأينا اتفاق على تشكيل لجنة 5+5 التي ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة في جنيف، بحسب ما صرح به الأمين العام وأنجيلا ميركل منذ قليل في المؤتمر الصحفي. هذه اللجنة هي لجنة عسكرية أمنية مشكلة من 5 أشخاص من طرف القيادة العامة و5 أشخاص من طرف حكومة الوفاق أو فايز السراج، ووظيفتهم هو الاتفاق على تفاصيل وقف إطلاق النار. رغم أن القيادة العامة لم تقدم هذه النقطة، القيادة العامة لم تقدم لا يعني لا يبدو أن القيادة العامة بالفعل سلمت 5 أسماء اليوم في برلين، وهذا أيضا تم الإعلان عنه من قبل أنجيلا ميركل في يعني في بداية المؤتمر الصحفي، أكدت أن الطرفين الآن سلموهم الأسماء 5 لهذه اللجنة، ومن المفترض أن هذه اللجنة ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة في جنيف، وسيكون هناك حضور لممثلين عن الدول التي كانت حاضرة في برلين اليوم. وهذه هي النقطة المهمة، يعني هو من الصعب جدا كيف ما لاحظنا في موسكو، من الصعب جدا أنك أنت تفرض وقف أطلاق نار بدون أن تتشاور مع أطراف الليبية اللي هي قاعدة تقود في الحرب إلى حد ما على الأرض. فالآن النقاط المهمة هي التالية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. النقطة الأولى هي التأكيد على أن بالفعل اجتماع لجنة 5+5 يتم وبشكل سريع جدا. النقطة الثانية هي أن يتم الحفاظ على الهدنة القائمة الآن في طرابلس، وأن يتم الحفاظ عليها على الرغم من الخروقات التي رأيناها خلال الأيام الماضية، وآخرها كان خلال الساعات القليلة الماضية في ظل انعقاد أو في الوقت الذي كان يعني المؤتمر في برلين أو اللقاء في برلين ينعقد بحضور كل هذا هؤلاء القادة. هذه هي النقاط المهمة في هذه المسألة. طيب، لكن ردا على النقطة الأساسية اللي أنت حكيت عنها، وهي مسألة التخوف من أن يتحول مسار برلين إلى احتواء للأزمة في ليبيا والصراع في ليبيا، بدل أن يكون بالفعل نية جادة للحل في ليبيا. هنا وجب التفكير للتالي، أن الآن ربما تذكرت أن الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس الأمن، ولكن الكرة أيضا هي في ملعب خليفة حفتر والسراج، هي في ملعب القيادة العامة وحكومة الوفاق، في أنهم بالفعل يكونوا جادين في يعني دعم هذه الجهود الدولية في نفس السياق التي اللي تكلم فيه محمد الجارح. في نفس السياق وزير الخارجية الروسي قبل شوية لافروف قال لا يزال من المستحيل تنظيم حوار بين المشير خليفة حفتر وبين حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، بالحرف الواحد قال لا يزال من المستحيل. يعني يا عزيزي، إذا كان حدث اجتماع 5+5 فهو لقاء لممثلين عن فايز السراج وممثلين عن خليفة حفتر، إذا حدث ذلك بالفعل، إذا انعقد هذا الاجتماع فهؤلاء ممثلين عن الطرفين، وهذا هو الملف العسكري. وبعدين أنت عندك ملفين آخرين، الملف السياسي الذي سيشارك فيه مجلس النواب ومجلس الدولة، وعندك الملف الاقتصادي الذي عقدت فيه اجتماعات برعاية الأمم المتحدة خلال الفترة القليلة الماضية في تونس، وأيضا يوجد فيه تكنوقراط وممثلين أو, 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 أو خبراء يعني ربما لديهم انتماء أو قرب من أطراف الصراع القائمة الآن في ليبيا، ولكن الهدف هو أن يكون المسار الاقتصادي إلى حد ما يعتمد على التكنوقراط أكثر منه على السياسيين، بحيث أن تكون حلول فنية للأزمات وإلى الإشكاليات التي تواجه المؤسسات المالية في ليبيا بدون إقحامها في يعني المناكفات السياسية والصراع السياسي والصراع إن صح التعبير على
الخطوات نعم. السياسية القادمة. فهو ربما فايز السراج وخليفة حفتر لم يلتقوا في برلين، وربما يعني هذا اللقاء لن يحدث بينهم إلا بعد أن تكون هناك خطوات جدية لإعادة بناء الثقة، تتمثل بالفعل في أن يكون في حوار جاد في جنيف للاتفاق على تفاصيل وقف إطلاق النار. لكن كيف ما ذكرت برضو المستشارة الألمانية أنه لا أحد يعني لا أحد يعني الجميع يعي مدى صعوبة الوضع، يعني على الرغم من هذا الإعلان وعلى الرغم من هذا الاجتماع المهم للأطراف الخارجية اللي منخرطة في الصراع الليبي وتدعم في أطراف الصراع الليبي بسلاح ومشاركة فعليا في الحرب على الأرض، هي في حد ذاتها نقطة إيجابية، ولكن الصعوبات والعراقيل كثيرة جدا. ولا أعتقد أن أي أحد لا اللي اجتمعوا اليوم في برلين ولا الليبيين أنفسهم يعتقدوا أن الأمر سيكون سهلا جدا، سواء يعني في كافة الملفات، سواء كانت الأمنية منها والعسكرية أو السياسية أو الاقتصادية، فكلها ملفات معقدة وتحتاج إلى الكثير من العمل. فمرة أخرى الكرة الآن ما أعلنوه الآن الأطراف الخارجية المتدخلة في ليبيا، أعلنت اليوم أنها هي على توافق أنه لا حل عسكري في ليبيا، وأنه الطريق الوحيد هو عملية يعني إطلاق عملية سياسية ومعالجة الملف الاقتصادي والملف الأمني، وأن ذلك لن يحدث إلا بالتوقيع على وقف لإطلاق النار، وأن المجتمع الدولي مستعد إلى أن حتى يبدأ يفكر فعليا وجديا في أن تكون هناك قوة لحفظ الأمن ولمراقبة وقف إطلاق النار ولمراقبة وتنفيذ وتطبيق حظر التسليح. فيعني كيف ما ذكرت لك أن الآن الكرة في ملعب الليبيين. طيب، وهل سيستطيع فايز السراج وخليفة حفتر بالفعل أن يذهبوا في اتجاه الاتفاق على وقف إطلاق النار، أم أن الطرفين ومن يدعمهم خارجيا نعم. سيقرروا أن لا، الطريق الأقصر والأسهل بالنسبة لهم هو الاستمرار في يعني خيار الحسم العسكري إن صح التعبير؟ طيب، التوافق والتناغم اللي شفناه الدولي الإقليمي الآن في برلين، توافق كبير جدا رغم التباينات ورغم الاختلافات بين الجميع اللاعبين الإقليميين والدوليين، هل حيتم استنساخ التوافق المهم جدا والإيجابي في برلين، استنساخها في تقديرك في مجلس الأمن؟ في اللي يتساءل يقول إن العناوين العريضة اللي موجودة قدامنا هنا في مؤتمر برلين عشان نكونوا موضوعيين وواقعيين لا تخدم لا مصالح تركيا ولا مصالح روسيا ما يتم الاتفاق عليه على سبيل المثال في برلين، هل الشكل الإيجابي هذا حيتم استنساخه في مجلس الأمن؟ برلين كانت سريعة جدا، ليس برلين عفوا، موسكو كانت سريعة جدا في الرد على تصريحات فايز السراج يوم الأمس التي طالب فيها أوروبا والمجتمع الدولي بأن يكون على استعداد لإرسال قوات دولية لحماية طرابلس والمدنيين في طرابلس في ظل استمرار العمليات العسكرية، خصوصا وإذا خليفة حفتر أو القيادة العامة للجيش قررت عدم وقف العمليات العسكرية. فكان الرد على لسان نائب وزير الخارجية الروسي بشكل سريع أنه مثل هذه الأمور لا يقررها السراج بل يقررها مجلس الأمن مجتمعا، وفسره البعض على أنه تحفظ من قبل روسيا على فكرة إرسال قوات لحفظ السلام في ليبيا في هذه المرحلة. يعني واجب التذكير أن روسيا لديها تجربة سيئة وسلبية جدا مع مجلس الأمن في 2011 عندما تم اتخاذ قرار من مجلس الأمن لحماية المدنيين، وفجأة استغل ذلك القرار من فرنسا وبريطانيا وأمريكا وتحول إلى يعني حملة عسكرية لتغيير النظام، ولم تنتهي تلك الحملة العسكرية إلا بإسقاط نظام القذافي. فيعني هذه نقطة مهمة، ولذلك بكل تأكيد الروس سيكونوا حذرين جدا في مسألة إرسال قوات دولية إلى ليبيا. بالنسبة للأتراك، الأتراك يعني هدفهم الأساسي من تدخلهم في ليبيا الآن هو حماية حكومة الوفاق وحلفائهم من تيار الإسلام السياسي والمجموعات في مدينة مصراتة، حمايتهم والتأكيد على أن يكون لهم دور في أي ترتيب سياسي أو ترتيب للحكم في ليبيا، وبذلك تستطيع تركيا أن تحمي مصالحها أو على الأقل جزء من مصالحها
في ليبيا. النقطة الأخرى بالنسبة لتركيا، تركيا لا تمانع بفكرة أن تكون هناك، بل تركيا أيضا تدعم فكرة أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. ويعني تم طرح هذا المقترح بقوة في موسكو من قبل الأتراك، بأن يجب أن تكون هناك آلية على الأرض فعالة لمراقبة وقف إطلاق النار ومحاسبة أي جهة تخترق وقف إطلاق النار. والروس يعتقدوا أنهم بإرسال جنود على الأرض سيصبحوا جزء من تلك العملية أو جزء من تلك الآلية لمراقبة وقف إطلاق النار، فهم يدفعوا بهذا الاتجاه. لكن هذا التوجه التركي يقابل برفض كبير جدا في أبو ظبي وفي القاهرة ومن أطراف أخرى، بحكم أنهم يروا في أن هذا التدخل التركي هو لحماية مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع حكومة الوفاق ومصالح تركية أخرى، وبالنسبة لهم هي مرفوضة تماما. على مستوى الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، رأينا اليونان على لسان رئيس وزرائها يصرح بشكل واضح وصريح أن اليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي وفي مجلس وزراء الخارجية وفي المجلس الأوروبي سترفض أي موقف أوروبي موحد أو دعم أي قرار أوروبي موحد تجاه الأزمة الليبية ما لم يتم إلغاء مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ما بين حكومة الوفاق أو فايز السراج وتحالفه وحكومة والنظام في أنقرة، أي النظام التركي. طيب، لافروف الآن قبل كم دقيقة يصف أن اللي صار في مؤتمر برلين هو خطوة صغيرة إيجابية، لكن سماها خطوة صغيرة بهذا المعنى. حنسمع تعليقك عليه محمد الجارح، لكن أيضا بنسألك على جزئيات اللي يتكلم عليه غوتيريش لما قال أن أوروبا حيكون لها دور أكبر في الأيام الجاية في بالنسبة لليبيا. طبعا نحن نتكلم على انزعاج روسي أو انزعاج الاتحاد الأوروبي بشكل عام والأوروبيين من الدور الروسي ومن الدور التركي، لكن خلينا في الأشياء المهمة اللي مسألة وقف إطلاق النار، مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة، مسألة إعادة دمج، نحن نتكلم على مسار أمني، إعادة دمج المجموعات المسلحة في الجيش والشرطة، كأن الكلام هذا أيضا عناوين عريضة، ما كانش فيه آليات محددة للموضوع، خصوصا أن هذه مطالب رئيسية بالنسبة للقيادة العامة للجيش وحلفاء الجيش الوطني. بالنسبة يعني لتصريح وزير الخارجية الروسي لافروف، يعني هو بكل تأكيد هذا هو يتطابق مع ما قالته ميركل إلى حد ما. ميركل قالت إن راه إحنا لم نتوقع أن سنحل كل المشاكل في ليبيا، وقالت إن حتى وقف إطلاق النار لم يتم التأكيد عليه، بل قالت إن ما هو موجود الآن هو هدنة، وهذا الشيء أيضا أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة. فما قاله لافروف بكل تأكيد صحيح، فهذه خطوة صغيرة جدا ولن تكون خطوة ناجحة أو فعالة إلا إذا كان هناك التزام فعلي خلال الأيام القليلة والأسابيع القليلة القادمة، ويكون هناك استثمار للجهد والوقت والموارد من قبل الأطراف اللي اجتمعت اليوم في اتجاه دعم ما تم الإعلان عليه في 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 المحاور الثلاثة، الأمني والسياسي والاقتصادي. غسان سلامة عندما تحدث أو غوتيريش عندما تحدث عن دور مهم لأوروبا، فهم بكل تأكيد يتحدثوا على إمكانية أن تلعب أوروبا دور مهم جدا في مسألة مراقبة حظر التسليح، وهو أمر وملف مهم جدا بالنسبة لألمانيا أيضا. توقعوا أن الأمم المتحدة تبارك، أسف على المقاطعة محمد جارح، توقعوا أن الأمم المتحدة البعثة الأممية يعني تبارك وتشوف أن هي خطوة إيجابية، قوة حفظ سلام أوروبية ربما تقودها إيطاليا؟ هو للتأكيد مرة أخرى قوة حفظ سلام ستحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، مدعومة من قرار مجلس الأمن. تحدثوا عن إرسال، نعم يعني الإيطاليين تحدثوا عن احتمالية إرسال قوات لليبيا كقوات حفظ سلام، هم عندهم قوات في مدينة مصراتة على أي حال الآن أكثر من 400 جندي وضابط. الألمان أيضا صرحوا بأنهم على استعداد أيضا لإرسال جنود أو للمشاركة في قوات لحفظ السلام أو قوات لمراقبة وقف إطلاق النار وأيضا لمراقبة تنفيذ حظر التسليح المفروض على ليبيا. لكن ألمانيا أكدت برضو على نقطة مهمة، إن ذلك لن يحدث إلا إذا صدر قرار من مجلس الأمن بذلك. نعم، نحاولوا نعالجوا الخلل الفني من المصدر، وكان معنا محمد الجارح من الرياض من المملكة العربية السعودية، وهكذا نتناقشوا في نتائج برلين. ورجع معنا من جديد أيضا محمد جارح، كنا نتكلموا
محمد لو تسمع فينا وانت موجود معنا الان. نعم نعم خليك تكمل، لكن ايضا بنرد نسالك من جديد على مساله اللجنه اللي المفروض اللي هي المتابعه الدوليه، كيف حيكون الاليه؟ هل عندك معلومات اكثر على مساله لجنه المتابعه الدوليه على اي مستوى حتشتغل؟ يعني فيما يتعلق باللجنه تتكون من 5 ممثلين للقياده العامه و5 ممثلين لحكومه الوفاق، والهدف من اجتماعهم هو الاتفاق على تفاصيل وقف اطلاق النار والاتفاق على الاليات المقبوله لمراقبه وقف اطلاق النار، ايضا الاتفاق على الخطوات التي يمكن اتخاذها، خطوات حسن النية لمنع أي تصعيد، ولذلك لبناء نوع من الثقة بين الطرفين. التفاصيل اللي يجب أن يتم الاتفاق عليها إن يعني المنطقة العازلة كم ستكون مساحتها، أي الأطراف سيتراجع فيما يتعلق بمسألة، يعني إذا أردنا خلق منطقة وقف لإطلاق نار أو منطقة عازلة تكون مساحتها من 30 إلى 40 كيلومتر، فهل يتعين على قوات القيادة العامة أن تنسحب هذه المساحة في كافة الخطوط وتصبح منطقة يعني عازلة، يعني لا تدخلها قوات حكومة الوفاق ولا تدخلها قوات القيادة العامة؟ فهذه هي التفاصيل الفنية اللي يتفقوا عليها العسكريين. أيضا الاتفاق على آليات المراقبة بالتشاور مع الأطراف الدولية اللي حتكون حاضرة أيضا لهذا الاجتماع، ومدى استعدادهم بالفعل على أنهم هم يضعوا قواتهم أو مواردهم أو التكنولوجيا المتوفرة لديهم في التأكيد على أن يتم مراقبة وقف إطلاق النار ومحاسبة أي مخترق لوقف إطلاق النار. هل مثلا على سبيل المثال الأسئلة اللي تطرح نفسها، هل الآن تكون حكومة الوفاق مصرة كما كانت في السابق على أن قوات القيادة العامة تتراجع إلى ما قبل يعني مواقع ما قبل 4 أبريل، أم أنهم الآن في وضعية ستجعلهم يقبلوا بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار ويعني انسحاب، وليس انسحاب ويعني انسحاب لقوات القيادة العامة لخلق تلك المنطقة العازلة فقط، بحكم أن قوات القيادة العامة الآن أصبحت قريبة جدا من طرابلس وقوات حكومة الوفاق سترفض أي نوع من الانسحاب لأنهم خلاص بذلك تصبح بالفعل قوات القيادة العامة يعني طيب. أصبحت داخل طرابلس. نعم. يعني هذه هي التفاصيل اللي حيحتاجوا يتفقوا عليها الطرفين. طيب. تفاصيل تتعلق يعني تفاصيل فنية تتعلق بمسألة يعني تحديد المنطقة العازلة، آليات مراقبة وقف إطلاق النار إلى آخره. طيب بعيد عن وقف إطلاق النار، العنوان الآخر المهم اللي هو منع تدفق الأسلحة إلى ليبيا، الناس واجدين توقعوا أن البيان الختامي بتاع برلين يكون أوضح شوية في الجزئية هذه، يعني أنجيلا ميركل قالت نحن عندنا خطة قريبا سترسم الحل في ليبيا واتفقنا على أن حظر السلاح ضياعي سيتم مراقبته بشكل أدق. طيب شنو هي الألية؟ كيف حيكون شكل الالتزام؟ يعني ما فيش شيء واضح. نعم، هو الإشكالية اللي تواجه المؤتمرات هذين هي أنهم صعب جدا عليهم أنهم هم يعني يستخدموا لغة واضحة في مثل هذه البيانات، يعني يستخدموا في أسلوب الغموض البناء باش ما يزعلوا حد بما معناه ويتحصلوا على توافق من كافة الأطراف. هذا يعني يحقق التوافق اللي سمعنا عليه الآن، ولكن أيضا في نفس الوقت السلبية متاعة إن فيه عدم وضوح. الآن ممكن كل طرف يفسر أو يحاول أن يؤول ما تم الاتفاق عليه بطريقته الخاصة، أو يتهم الطرف الآخر على سبيل المثال باختراق هذا الاتفاق أو هذه التفاهمات بسبب التفسير الخاص به لما يتعلق بهذه المواد اللي تم صياغتها بهذا الشكل الغامض. ليش؟ لأن كان الهدف منها أن يتم الاتفاق ما بين كل الأطراف المجتمعة اللي فيه تباين كبير جدا في مواقفها، فلذلك لا يمكن أن نتوقع أن يكون هناك يعني بيان قوي وبلغة واضحة من مثل هذه المؤتمرات، لأن أنت عندك النقيضين موجودات في 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 في, في قاعة واحدة وقاعدين يشتغلوا على مادة واحدة، فلذلك هذه اللغة اللي في 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 بكل تأكيد هي لغة تعمل عليها البعثة الأممية والأمم المتحدة، فريق الأمم المتحدة، يعني كل ما يقترح طرف اقتراح معين يحاولوا يستخدموا لغة معينة
يمكن أن تؤدي الغرض لذلك الطرف الذي يطالب بها، ولكن لا تزعج الأطراف المعارضة له على طاولة المفاوضات. فلذلك الشيء الآخر أنه الجميع الآن يسعى إلى تحقيق الخطوة الأولى مما تم التوافق عليه في برلين، وهو وقف إطلاق النار. إذا تحقق وقف إطلاق النار سيبدأ الحديث وقتها على الآليات اللي من خلالها يتم مراقبة وقف إطلاق النار. وبعدين يعني نحط في بالنا أن أحد النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها اليوم هي تكوين ما يعرف بلجنة المتابعة الدولية. وهذه الآلية فيها لجنتين، اللجنة الأولى لجنة عالية المستوى وتجتمع مرة في الشهر لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في برلين، ولجنة فنية تجتمع مرتين في الشهر لأيضا متابعة ما تم الاتفاق عليه أو لمناقشة أي اختلافات أو توافقات يمكن أن تحدث. فهذه الآلية من المفترض أنها تسمح للأمم المتحدة ولهذه الأطراف على أنها هي تستمر في التشاور من أجل تحقيق التقدم المطلوب. لكن مرة أخرى وجب التأكيد أن يعني هناك صعوبات كثيرة تواجه يعني هذه يعني ما تم الاتفاق عليه. أن عملية التنفيذ لن تكون سهلة، أن عملية التنفيذ قد تكون مرهونة باختراق واحد للهدنة القائمة الآن وينفجر الوضع على الأرض، ومن ثم نرى هذا الطرف أو ذاك ينسحب من أي تفاهمات أو أي التزامات عملية برلين. فيعني التهديدات حقيقية، المخاطر حقيقية، ولكن أن تجتمع كل هذه الأطراف ويستطيعوا أنهم هم يطلعوا ببيان موحد أو إعلان موحد، هذا في حد ذاته يعتبر خطوة في الاتجاه المناسب. لكن كيف ما ذكرت لك، الآن الكرة في ملعب الأطراف الليبية وفي ملعب الأطراف الخارجية اللي تدعم في هذه الأطراف الليبية، أنهم يثبتوا بالفعل أنهم مؤمنين أن لا يوجد حل عسكري كيف ما قالوا اليوم وكيف ما وقعوا اليوم، وأنهم مؤمنين بأنهم أو أنهم يعني متفقين على أهمية أن يتم وقف حظر التسليح. فيمكن أن نحن نعتبر برلين ناجحة في عدة ملفات. الملف الأول أنهم رقم واحد يحافظوا على الهدنة القائمة الآن ويحولوها خلال الأيام القليلة القادمة إلى وقف إطلاق النار دائم من خلال اتفاق لجنة 5+5. النقطة الثانية هي أنهم يستطيعوا أنهم يقنعوا الأطراف التي تدعم في طرفي الحرب في ليبيا بدعم السلاح أنهم يوقفوا هذا الدعم وإن كان بشكل مؤقت، سواء دعم بالمرتزقة أو دعم بالأسلحة إلى آخره. النقطة الثالثة هي أن بالفعل تكون يعني هيئة المتابعة أو لجنة المتابعة التي تم استحداثها تكون بالفعل فعالة وقادرة على أنها هي تحدث فرق في مسألة التنسيق على المستوى الدولي والإقليمي للأطراف المتدخلة في الشأن الليبي. طيب، مؤتمر برلين هذا جاء استجابة لمطالب الدكتور غسان سلامة اللي طالب بمؤتمر دولي يجمع اللاعبين الإقليميين والدوليين، وشفنا الآن التوافق والتناغم والجميع متفق. عندنا الخطوة الثانية اللي هو الملتقى المصغر، الملتقى الجامع الليبي اللي هو اللي فيه 40 شخصية، مجلس النواب ومجلس الدولة، 14 و14 شخصية ثانية، يعني يحاولوا هم يديروا عملية تكميلية لمسألة التمثيل. هل نتوقع أن التوافق الدولي الإقليمي اللي صار هذا ينعكس بشكل إيجابي على قصة يوم 27 يناير الاجتماع اللي حيجمع جماعة مجلس النواب ومجلس الدولة؟ هو جزء من هذا الاتفاق، هذا هو المسار السياسي. يعني الفريقين بتاع مجلس النواب والفريق بتاع مجلس الدولة، هذا شغل قاعدة تخدم عليه البعثة الأممية لها فترة بالتشاور مع مجلس النواب ومع مجلس الدولة، بل مجلس الدولة اختار حتى الفريق بتاعه، يعني جاهزين للحوار، للبدء في الحوار فعليا. طيب، نعم، لكن المشكلة أن يعني الليبيين تجربتهم سيئة شوية مع مجلس الدولة ومجلس النواب في مسألة الحوارات. شفنا الحوارات من يمس خيرات وحوارات تونس والجولات الماراثونية للحوارات والقصة هذه. برلين أطراف دولية إقليمية، لكن اللي في 27 يناير الليبيين اللي موجودين. هذا إذ فشلوا مرة أخرى مع هذه الفرصة الجديدة التي تمنح لهم، فيقعد كلام خليفة حفتر صحيح. خليفة حفتر يقعد صحيح عندما يقول إن لا فائدة من هؤلاء السياسيين. خليفة حفتر يقعد كلامه صح لما يقول هالمؤسسات السياسية كلها مؤسسات ما فيش منها فايدة،
وهي من يعمق ويزيد في الأزمة السياسية في ليبيا، وإنهم غير قادرين وليسوا على قدر من المسؤولية إنهم هم يحلوا مشاكل ليبيا، ولا يمكن إنهم هم يكونوا ممثلين لاحتياجات الليبيين من أمن واستقرار وتحسين الخدمات والاقتصاد متاعهم إلى آخره. فإذا إذا إذا أضاعوا هذه الفرصة من جديد فهم بالفعل لا يستحقوا أن يكونوا جزء من أي عملية. لأن الآن لما خليفة حفتر يقول الإشكالية في ليبيا هي إشكالية أمنية عسكرية والحل لن يكون إلا حل عسكري، ومن ثم تحت الضغوطات وتحت هذا الجهد الدولي يعني خليفة حفتر يذهب ويذهب في اتجاه أن بالفعل يكون فيه عملية سياسية، بعدين يأتوا هؤلاء السياسيين فقط ليضيعوا الوقت ويفشلوا كل هذه الجهود. معناها هم يثبتوا بالفعل أنه ليس هناك حلا سياسيا في ليبيا، بل ربما ليست الإشكالية في ليبيا هي إشكالية سياسية. يقعدوا يثبتوا في كلام من يقول أن الحل هو حل عسكري على أنه هو هذا الخيار الصحيح وهذا هو الحل الصحيح، والذي شخصيا لا أعتقد أنه الخيار الصحيح. أنا أعتقد أنه سياسيا هناك الكثير من الحلول التي يمكن أن توضع على الطاولة لو كانت هناك جدية من قبل هذه المؤسسات السياسية ومن قبل أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب. فأي نعم، بكل تأكيد الليبيين تجربتهم سيئة جدا مع المؤسسات السياسية ومع من يقود هذه المؤسسات السياسية، تجربتهم سيئة مع كل محاولات الحوار السابقة. والعيب ربما ليس في المفهوم نفسه أو في المبدأ نفسه، أي في مبدأ الحوار ومبدأ أن الخلافات تحل على طاولة المفاوضات وتحل من خلال تقديم حلول ورؤى وأفكار سياسية. الخلل ليس في المبدأ، بل المبدأ معمول فيه في دول أخرى. يكون الخلل في هؤلاء الأشخاص وفي هذه المؤسسات وفي تركيبة وثقافة هذه المؤسسات وربما تركيبة وثقافة المجتمع نفسه في حد ذاته. هل نحن بالفعل قادرين أن نكون على قدر من المسؤولية ونحل الإشكالية اللي موجودة قدامنا من خلال حوار ومن خلال طرح أفكار سياسية ومن خلال الاتفاق على كيف نبو ليبيا مستقبلا من ناحية نظام الحكم، من ناحية النظام السياسي، من ناحية إلى آخره؟ إذا نحن كشعب وكسياسيين ومؤسسات سياسية تمثل هذا الشعب غير قادرين على ذلك، فخلاص إذن الأمر حسم لصالح من يقول إن الحل هو حل عسكري. طيب، فالنصيحة لهذه يعني نعم. النصيحة لمجلس النواب ومجلس الدولة وكل السياسيين إن المسؤولية راهو عليكم كبيرة جدا، وإن ربما مثل هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى، بل هذه الفرصة في حد ذاتها هي فرصة تواجهها الكثير من العراقيل، والطريقة الوحيدة أن ممكن أنتم تنجحوا في جهدكم هذا وتثبتوا أن بالفعل يمكن أن يكون هناك حل سياسي هو أن تكونوا جديين في تحمل هذه المسؤولية، قادرين على أنكم بالفعل تتعاملوا بشكل إيجابي وبناء في طرح الأفكار وفي التعامل مع من تختلف معه سياسيا، وإلا سيأتي الرد من قبل من يحمل البندقية ومن قبل من يقود الطيارة أو يشغل الطيارة بدون طيار في ليبيا. ففشلكم في ذلك بكل تأكيد ستكون العواقب متاعه وخيمة. طيب، نرجع بك من جديد للموقف الأوروبي، الموقف الأوروبي المتناغم اليوم في برلين. في وجهة نظر مش عارف إذا تتفق معها ولا لا، الجارح تقول إن أوروبا حنشوفوا نحن آليات تنفيذية على قدم وساق خلال الأيام الجاية. ليش؟ لأن أوروبا معنية أن هي تستعيد دورها الإقليمي الدولي بعد ما هي غابت في أماكن واجدة، غابت في العراق واليمن وسوريا إلى آخره، في القضية الأوكرانية، في الملف النووي الإيراني. معنية أن برلين ينجح، ومعنية أيضا أن الاتفاق السياسي أو ما يتم الاتفاق عليه ينجح أيضا في الأيام الجاية، والهدنة تتطور لوقف إطلاق نار، يتطور إلى اتفاق سياسي. هو أعتقد أنه من الصحيح القول بأن الأوروبيين اليوم هم أكثر توافقا من أي وقت مضى فيما يتعلق بالملف الليبي، أو منذ خلينا نقوله منذ 2012 إلى حد هذه اللحظة. توقع الاتفاقية التركية كان له دور أيضا في التوافق. بكل تأكيد الخلاف الإيطالي الفرنسي فيما يتعلق بالملف الليبي وما سببه من عجز في أن تكون هناك سياسة أوروبية موحدة تجاه الملف الليبي وسبب عجز في الموقف الأوروبي تجاه ليبيا، الآن يبدو أن الأوروبيين بدأوا يعوا خطورة ذلك، بما في ذلك الإيطاليين والفرنسيين اللي الآن شافوا أن ربما نتائج هذا الخلاف ونتائج هذا الضعف في الموقف الأوروبي الموحد هو ما يعطي أردوغان وبوتين القدرة على أن يكونوا هم بالفعل
الأطراف الأقوى والقادرة على تحديد مسار الأحداث. وعلى فكرة ربما الوقت قد تأخر بالنسبة للأوروبيين في ليبيا، ربما قد يكون الوقت تأخر. وبالفعل هناك يعني خبراء أوروبيين أو متابعين للسياسة الأوروبية في المنطقة يروا بأن أو كتبوا خلال اليومين الماضيين أن الوقت قد تأخر بالفعل بالنسبة للأوروبيين. فالطريقة الوحيدة التي يمكن للأوروبيين أنهم يأكدوا على أن قادرين على أن يستعيدوا جزء من دورهم في ليبيا أو يستعيدوا دورهم في ليبيا هو التأكيد على نقاط مهمة. رقم واحد، أن يعني يستمروا في مسألة التقارب فيما بينهم بحيث أن يكون عندهم بالفعل موقف موحد تجاه الأزمة في ليبيا. رقم اثنين، أن يكون عندهم التزام حقيقي واستثمار حقيقي في الجهد الدبلوماسي اللي وظفوه للملف الليبي. يعني مش يعني تخيل أن فيه حرب مستمرة في ليبيا منذ شهر أبريل وحتى هذه اللحظة، وكأن الأمر لا يعني الأوروبيين بأي شكل من الأشكال، لم يتحركوا بأي مبادرة إلا بمبادرة برلين اللي كانت يعني بطيئة جدا، ولم يتم الإعلان على مؤتمر برلين بشكل سريع إلا بعد التدخل التركي الروسي القوي جدا في الملف الليبي، والذي هدد بأن الأتراك والروس ربما سيعني يختزل السياسة أو يختزل الملف. يعني هذه كأنها مفارقة، يعني محمد جارح سمحني على المقاطعة، كأنها مفارقة. التدخل الروسي التركي ربما هو حيعجل بمسألة حل سياسي في حال كنا متفائلين. طبعا هو إذا أردنا التفاؤل قد يكون بالفعل، يعني إذا لم يستطع الأوروبيين بالفعل أنهم هم يحققوا النقاط اللي أنا ذكرتها، أنهم هم يكون موقفهم موحد وأنهم يستثمروا في الملف الليبي بحيث يكونوا على استعداد على مراقبة وقف إطلاق النار، على استعداد على المساعدة في حل الميليشيات، على استعداد في جمع السلاح، معالجة ملف الإرهاب، تأمين الحدود، الأمور هذه كلها على الأوروبيين أن يكونوا على استعداد يعني وجدية في أنهم يتعاملوا مع هذه الملفات ومع الليبيين على هذه الملفات بشكل جاد جدا، وأن يكون عندهم استعداد على محاسبة ومعاقبة أي معرقلين أو أي أطراف ترفض أن يعود الاستقرار والأمن إلى ليبيا، وأن تكون في ليبيا بالفعل سلطة قادرة على أنها تحكم، سلطة تحتكر السلاح في ليبيا. فالأوروبيين يعني كيف ما ذكرت لك ربما الوقت تأخر، هناك من يقول أن الوقت تأخر بالنسبة للأوروبيين. ليش؟ لأن الروس والأتراك فعليا موجودين على الأرض، فكيف أنت توا تقنع أردوغان طيب. أن يجب أنه هو ياخذ هال 1200 مقاتل سوري اللي جابهم إلى ليبيا؟ طيب. وكيف تقنع بأنه هو الآن ربما كل اللي اشتغل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية وكل هذا التصعيد اللي قام به أنه لن يأتي بالنتيجة المطلوبة بالنسبة له؟ فكيف ما ذكرت لك أن الوضع معقد جدا، وبإمكان الأتراك أو بإمكان الروس عرقلة أي جهد على المستوى الدولي أو الإقليمي في هذا الاتجاه. لكن هذا أي تعنت تركي أو روسي يجب أن يقابل بموقف أوروبي قوي، يجب أن يقابل بالتزام أوروبي قوي تجاه الملف الليبي، وحينها فقط يمكن لأوروبا أن هي بالفعل تكون ند لهذه الأطراف اللي أصبحت تتدخل بشكل قوي جدا على الأرض. طيب، كأن تم تجاهل مسألة الاتفاقية اللي دايرة مشكلة كبيرة في أوروبا، اتفاقية اللي وقعها فايز سراج رئيس مجلس السياسي لحكومة الوفاق مع أنقرة، هذه حنجوها. لكن أيضا بنسألك عن جزئية مجلس الأمن، وأنت ذكرت أن أوروبا ما حركتش ساكن من يوم 4 أبريل. غسان سلامة قدم 10 إحاطات متتالية قدام مجلس الأمن الذراع التنفيذي للأمم المتحدة وما طلعش حتى ببيان رئاسي، ما بوش نقوله قرار. شن ممكن نتوقعه الآن من مجلس الأمن حتى ونحن نتكلم عن توافق وتناغم ومواقف إيجابية في برلين؟ نعم، المتوقع من مجلس الأمن أنه هو من المفترض أنه هو يدعم ما تم التوافق عليه في برلين. لكن مرة أخرى فيه النقطة المهمة اللي ذكرتها أنت، أنه زي ما يقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل، أنهم ابتعدوا عن الخوض في التفاصيل فيما يتعلق بالآليات أو بعض الآليات فيما يتعلق بآلية حفظ السلام، آلية مراقبة وقف إطلاق النار، آلية مراقبة يعني تنفيذ حظر التسليح. فهذه يعني التفاصيل هذه هي اللي بعدين ممكن أنها هي تعود بنا للمربع الأول ويصبح المجتمع الدولي بالفعل منقسم على نفسه. وروسيا كانت سريعة جدا في إرسال موقف واضح فيما يتعلق بمسألة قوات حفظ
سلام في ليبيا، وهي ما الآن أصبح الأوروبيين يتحدث به. فالروس سيكون عندهم يعني الكثير من الأسئلة، وسيفكروا ألف مرة قبل أن يسمحوا بمثل طيب هذا. يعني لو نبو نحكو بشكل مباشر وواضح، يعني نوع من التنبؤ بالمستقبل من خلال المعطيات، نتوقع أن نشوفوا فيتوات في مجلس الأمن؟ بكل تأكيد، يعني يؤخذ هذا التصريح الروسي على أنهم سيكونوا مستعدين إلى استخدام حق النقد بشكل صريح جدا فيما يتعلق بمسألة قوات حفظ سلام على الأرض. ليش؟ لأن كيف ما قلت لك الروس عندهم إشكالية كبيرة جدا، وعندهم تجربة سيئة جدا مع مجلس الأمن فيما يتعلق بالملف الليبي. الروس يعتبروا أن يعني كيف ما يقولوا أن تمت خيانتهم أو تم التلاعب بهم في 2011، حيث أن قرار مجلس الأمن الذي استصدر كان لحماية المدنيين، وهو تحت بند المسؤولية لحماية المدنيين، ولكن تحول بقدرة قادر إلى يعني حملة لتغيير النظام في ليبيا. يعني بدل أنهم هم ما يحموا المدنيين في 2011 ويدفعوا باتجاه أن يكون هناك حوار بين الأطراف أنذاك، أي ثورة 17 فبراير وما بين نظام القذافي، لكن لم يفعلوا ذلك. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي على سبيل الاتحاد الأفريقي قدم مبادرة كانت تدفع بهذا الاتجاه، أن يكون في حوار ليبي أنذاك، أن الحرب ما تستمرش كل هذه الفترة 8 أشهر ومن ثم تنتهي بقتل القذافي وإسقاط نظامه، وبعدين تنتهي بانتشار هذا السلاح وتزايد أعداد المقاتلين وتكوين الميليشيات إلى آخره. فكان في توجه أفريقي بأن يكون هناك حوار، لكن يعني الغربيين على وجه التحديد فرنسا وبريطانيا رفضوا هذا التوجه، وفضلوا أن يكون بالفعل هناك تغيير للنظام الحكم في ليبيا. فلذلك الروس لديهم تخوف من أن يتم التلاعب بهم مرة أخرى من قبل هذا المجتمع الغربي، ويتم استغلال مجلس الأمن لتمرير قرار معين، وبعدين تستخدمه الدول الغربية لمصلحتها، ومن ثم تجد روسيا نفسها في نفس الموقف الذي وجدت نفسها فيه في 2011. وهذا ما يتحدث به المسؤولين الروس بشكل واضح وصريح، بما فيهم لافروف يتحدث على أن تم خداعهم في مجلس الأمن في 2011. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح، طبعا ممتنين دائما لقبولك الدعوة ولوقتك معنا الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح، أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدين الكرام والناس اللي انضموا معنا الآن، احنا كنا نتناقش مع الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح. برلين، انتهى برلين، عندنا إذن بعد انتهاء برلين 4 اتجاهات أو 4 مسارات مهمة جدا. المسار الأول اللي هو حيكون يوم 27 يناير اللي هي حوارات جنيف بين مجلس الدولة ومجلس النواب، 40 شخصية من المجلسين، ونحكوا على عملية سياسية والاتجاه السياسي أو المسار السياسي اللي تكلم عليه الدكتور غسان سلامة، وهذا جزء أو رقم 2 من الخطة بتاعت الدكتور غسان سلامة. وعندنا طبعا اتجاهات ثانية، عندنا الاتجاه اللي له علاقة بفريق القيادة العامة للجيش الوطني وفريق حكومة الوفاق، نتكلموا على اجتماع 5+5، 5 شخصيات عسكرية تقدم القيادة العامة للجيش الوطني، وقدمت 4 أسماء، و5 شخصيات يقدمن فريق حكومة الوفاق وقدموا 2 أو 3 أسماء إلى الآن. وعندنا مسارات أخرى اللي هو مسار مجلس الأمن، كيف حتكون الآليات داخل مجلس الأمن؟ هل حنشوف التناغم الإقليمي الدولي اللي شفناه في برلين والمؤتمر الصحفي والاتفاق على النقاط والعناوين العريضة من غير الدخول في التفاصيل؟ هل نشوف عملية استنساخ لما حدث في برلين داخل مجلس الأمن الذراع التنفيذي للأمم المتحدة، أو حنشوف مجلس الأمن منقسم على نفسه؟ طبعا هذه أشياء يجاوب عليها المستقبل. بنرجع نذكر معكم من جديد آخر مسودة كانت عندنا، المسودة الثالثة تم تعديله وأصبحت المسودة الرابعة طبعا، وتحصلت طبعا 218 نيوز على نسخة خاصة وحصرية لما تكلموا على المسودة الرابعة اللي تم النقاش حولها وصار عليها النقاش في برلين لمدة 2 ساعة في المؤتمر الأول اللي جمع الأطراف الإقليمية الدولية واللاعبين الإقليميين الدوليين في ليبيا. وأيضا بنعرض معكم العناوين العريضة والنقاط المهمة والرئيسية جدا في المسودة الرابعة اللي تشوفوا فيها الآن، حنعرض النقاط والعناوين العريضة في مادة أعدها الزملاء من غرفة الأخبار، نشوفوا من خلالها العناوين الرئيسية والكلام اللي تم النقاش عليه والتفاصيل اللي حكوا فيه اللاعبين الإقليميين والدوليين في مؤتمر برلين. نمشي نشوف المادة ونرجع بعض التعليق.
إذن شفتوا معنا أبرز النقاط اللي تم النقاش عليها في مؤتمر برلين الإقليمي الدولي. ونبي نرجع نذكر بكم من جديد، نذكروا مع بعضنا الكلمات المهمة اللي كانت لأنجيلا ميركل اللي هي استضافت مؤتمر برلين، ونذكروا أيضا بكلمة مهمة للأمين العام للأمم المتحدة. لكن خلونا نمشي من جديد لأنجيلا ميركل والتفاصيل المهمة اللي جت في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي اللي كان قبل ساعة وربع من الآن. الأطراف التي لها دور في الأزمة السياسية، كان هناك 12 دولة: الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة وبريطانيا. أيضا دعونا المملكة العربية المتحدة، مصر، كونغو، إيطاليا والجزائر، وجميعنا كنا متفقون أيضا مع المنظمات الإقليمية، جمع الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، وطبعا أيضا الاتحاد الأفريقي، أننا بحاجة إلى حل سياسي. طبعا اتضح هذا الموضوع في الأيام الماضية أنه ليس من فرصة للحل العسكري، فسوف ذلك سوف يزيد من معاناة الشعب. واتفقنا على خطة شاملة على الخطوات المستقبلية، وسوف أعطي الكلمة أيضا السيدة إلى سلامة وسيد غوتيريش، وأتشكره لجهودهما. وأيضا نحن من الجهة الألمانية وزير الخارجية، وأنا بالفعل قد بذلنا جهود مضنية، والجميع الأطراف قد عملت معنا بشكل مكثف، والجميع موافقون على أنه يجب احترام حظر الأسلحة، ويجب مراقبته والإشراف عليه بشكل أقوى من الماضي، أو وإلا هذا الحل العسكري سوف يبقى قائما. والجميع كانوا متفقون أن الوثيقة التي تمت المصادقة عليها تحتاج أيضا إلى تأكيد من مجلس الأمن لتدعيم حظر الأسلحة. و نعرف أننا اليوم لا نستطيع الحل بيوم واحد المشاكل كلها في ليبيا، ولكن نعطي دفعة جديدة لها. وكان من المهم أن الموجودين الرئيس الوزراء سراج والمارشال حفتر اليوم حول الخطوة التالية بقيادة السيد سلامة فيما يتعلق باللجنة العسكرية 5+5، أنهم سميا لنا الأسماء لتلتقي هذه اللجنة، وهذا اللقاء يجب أن يكون بالفعل أساس لتدعيم الهدنة العسكرية. وفي الأسبوع المقبل سوف يتم لقاء لهذه اللجنة. كذلك حصلنا أيضا على موافقة جميع الأطراف الموجودين أنه حتى لقاء اللجنة العسكرية 5+5 أن المشاركين في المؤتمر أنهم لن يقدموا أي دعم للأطراف المعادية لوقف العمليات العسكرية وللالتزام بالهدنة. وأظن أن بالفعل عملنا اليوم على هذه الروحية، على أننا على خطى السيد سلامة. إذن زي ما تابعتوا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اللي استضافت مؤتمر برلين واستضافت اللاعبين الإقليميين والدوليين المؤثرين الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية، متفائلة تفاؤل حذر، وتقول أن برلين مش هيحل كل المشاكل في ليبيا لكن هو خطوة إيجابية على كل حال، وفي انتظار أن كل الناس اللي كانوا موجودين في برلين وأظهروا أنهم مع العملية السياسية ودعم العملية السياسية ومنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا ووقف إطلاق النار وكل هذه العناوين، في انتظار أن هذا يدخل حيز التنفيذ الجدي، وفي انتظار أنه هو يترجم داخل مجلس الأمن. نمشي للناس اللي التحقت بنا الآن ونشوفوا أيضا الكلمة المهمة في نهاية المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش، ونرجع للتعقيب. Guten Abend.
أود أن أتقدم بكل التقدير والشكر للمستشارة ميركل والحكومة الألمانية لعقد هذا المؤتمر. إن الالتزام الكامل والمتحمس للمستشارة الألمانية فيما يتعلق بالوصول إلى حل في ليبيا هو شيء ملحوظ ومقدر جدا من قبل الأمم المتحدة. اليوم في برلين قام الدول الأعضاء مع منظمات دولية بإرسال إشارة واضحة للالتزام الكامل بالحل السلمية للأزمة الليبية. وأود أن أتحدث عن ثلاث نقاط بشكل سريع. أولها أنني أود أن أؤكد على أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا. كل المشاركين قد أكدوا على ذلك، مع أنهم هم ربما يكونوا أيضا مشاركين بشكل مباشر في النزاع، ولكن كل المشاركين هم ملتزمون بعدم التدخل في هذا النزاع الليبي، وهذا أحد النتائج لهذا المؤتمر، وأيضا الدعوة لإسكات الأسلحة والأعمال العدائية. ثانيا، نحن ندعو كل الأطراف من الامتناع عن أي شيء قد يؤجج من النزاع، وأنا أحث كل الأطراف والمجتمع الدولي أن يلتزم بكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح، وأيضا العودة إلى العملية السياسية هو شيء مهم جدا. ونحن ملتزمون أيضا بمسألة هذه العملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي تمهد الطريق لحل الأزمة في ليبيا. هناك ثلاث مسارات والتي تم تحديدها. أولا المسار الاقتصادي، وهو حاليا في الطريق ولقد اجتمعوا في تونس بالفعل، والثاني سيكون بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولقد بدأ هذا المسار بالفعل في النظر إلى النقاط الأساسية فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فيما يتعلق بالبنك المركزي، وأيضا المسائل المتعلقة. إذن هذا جزء من كلمة الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش في نهاية المؤتمر الصحفي اللي كان قبل ساعة وربع بنهاية مؤتمر برلين. وخلنا نرحب بضيفنا اللي انضمنا في نقاشنا وفي حوارنا التفاعلي السيد سنوسي الشريف المحلل السياسي، انضمنا من عاصمة طرابلس. السيد سنوسي، تعليقك وتعقيبك على نتائج برلين وعلى المؤتمر الصحفي وكلمات الناس الحاضرين والبيان الختامي لبرلين. نعم، مرحبا بك خليل وبكل المشاهدين الكرام. طبعا المؤتمر برلين نستطيع فعلا ان نقول انه نجاح باهر للدبلوماسية الألمانية وللسيدة ميركل، يعني التي تريد ان تختتم حياتها السياسية بانجاز خارجي، يعني اكملت كل ما يمكن ان يسمى انجازات داخلية. واعتقد بان هذا المؤتمر نجح الى حد كبير في شيئين يعني مهمين جدا. الأول هو طبعا تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه من قبل وفقا للمبادرة الروسية التركية وفقا لمحادثات موسكو. وأيضا وبالنسبة للنقطة الثانية هي يعني إلزام كل الدول بأنها يعني كلها ألزمت نفسها، الدول المنخرطة بالصراع الليبي، بأن الحل في ليبيا حل سياسي وبأنها ستلتزم بحظر السلاح وبعدم تأجيج الوضع في ليبيا على أي نحو كان. وهذا الأمر بكل تأكيد يعني تم بموافقة الطرفين اللذين يمثلين طرفي الصراع في ليبيا اللي هو فايز السراج وخليفة حفتر. أصبحنا الآن أمام بداية قوية جدا لطريق بكل تأكيد سيكون طريق طويل. هذه البداية طبعا تنطلق من هذا التوافق الدولي الغير مسبوق في الأزمة الليبية، ربما مسبوق هو في 2011 فقط، لكن حاليا طيلة المدة السنوات الماضية كان هناك انقسام دولي حتى داخل مجلس الأمن نفسه. أما الآن فبمؤتمر برلين نستطيع أن نقول أن هناك توافق دولي يتيح الفرصة للليبيين لكي يتحاوروا في جنيف كما هو. طيب كويس، وصلت بنا لنقطة مهمة أستاذ السنوسي. جنيف لو تسمح فيها، وصلت بنا للنقطة المهمة الآن اللي هو حوار الليبيين. في تقديرك شن هي فرص نجاح جنيف؟ ونحن نتكلم على
40 شخصية تجمع مجلس النواب ومجلس الدولة؟ هم مجلس النواب ومجلس الدولة تقريبا العدد 13 يعني ليس كل ال 40 من ضمن نعم من ضمن اللي هم مجلس الدولة ومجلس النواب. ولكن هو طبعا الجديد في هذا الموضوع هو توفر إرادة دولية حقيقية بعدم يعني لنقل حصول أي تدخلات أو لنقل تأجيج الوضع بأي شكل كان. هذا الأمر مهم جدا يعني لأن الليبيون بالفعل يحتاجون إلى مرحلة من الحوار في 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 جو مناخ يكون يعني هدوء كامل يعني لا يكون هناك قنابل ورصاص وتفجير وإلى آخره. هذا كله حقيقة يعني نستطيع أن نقول أنه لا يمكن أو يستحيل في حالة استمرار النزاع المسلح في طرابلس أو في أي مكان في ليبيا، فإنه لا يمكن تصور إمكانية أن يتوصل ليبيون إلى حل سياسي. ولكن بعد مؤتمر برلين أعتقد أن الأمر لن يكون مثل ما كان قبل مؤتمر برلين، سيكون لدينا متابعة دولية دقيقة، سيكون هناك عمل على الأرض للجنة الخمسة زائد خمسة من العسكريين من أجل السير قدما في المسار العسكري الذي كما ذكرت رسمته الأمم المتحدة. الأمم المتحدة رسمت ثلاث مسارات: العسكري والاقتصادي والسياسي. الاقتصادي طبعا منذ فترة بدأ في واقع الحال بين المؤسسات الاقتصادية المنقسمة ممثلين لها من المنطقة الشرقية ومن المنطقة الغربية، وأصبح لدينا مسار هذا المسار الاقتصادي وكذلك المسار العسكري زي ما ذكرت لك، خمسة زائد خمسة، خمس ضباط تابعون لحكومة الوفاق وخمس ضباط تابعون لحفتر. هم هؤلاء ملزمون بأن يستكملوا ما يمكن أن نسميه شروط لكي نسمي ما يحصل أنه وقف إطلاق النار، لأن ما يحصل حاليا هو هدنة استجابة للدعوة الروسية التركية من الطرفين، وأصبح لدينا هدنة. ولكن وقف إطلاق نار شامل وكامل بكل تأكيد يحتاج إلى عمل من اللجنة المشتركة 5+5 ومتابعة من الدول الأعضاء أو لنقل التي التزمت في مؤتمر برلين بمتابعة الوضع في ليبيا على النحو الذي تم التوافق عليه، وهو الاتجاه نحو الحل السياسي وأنه لا حل عسكري في ليبيا. نعم. هذا الحقيقة هو ما يمكن أن نقوله، لأنه ليس فقط من باب التفاؤل إنما هو واضح بصراحة بكل المقاييس السياسية والدبلوماسية بأن مؤتمر برلين قد نجح في أن يؤسس لقاعدة دولية يمكن أن ينطلق منها الليبيون نحو آفاق الحل السياسي، وهذا يحتاج عمل طويل. طبعا لا نقول أن الأمر انتهى أو أن المشكلة حلت، إنما لابد من بذل جهود من الأطراف الليبية في المسار السياسي والاقتصادي والعسكري. طيب التوافق والمعطيات الإيجابية اللي في مؤتمر برلين، توافق كل اللاعبين الإقليميين الدوليين اللي هم مؤثرين ومخرطين في ملف الأزمة الليبية، الأطراف الإقليمية الدولية إلى آخره، في تقديرك الآن، وهذا هو السؤال بتاع المستقبل رغم أن التنبؤ بالمستقبل صعب، لكن من خلال المعطيات هل حنشوف هذا التوافق يترجم بشكل واضح في مجلس الأمن؟ غالبا نعم، لأن بكل وضوح أن أعضاء مجلس الأمن الخمسة حضروا مؤتمر برلين وتابعوا كل ما حصل فيه، وبالتالي فإن ووافقوا على البيان الختامي طبعا الذي حصل في المؤتمر اللي هو الصحفي. فيعني الحقيقة هو هناك فرصة كبيرة يعني أيضا مجلس الأمن بصراحة انقسام هذا المجلس هو خلال هذا العام فقط، يعني لم نكن نرى انقسامات في مجلس الأمن في خلال السنوات الماضية. الذي كان يحصل هو أن هناك دول تتدخل من مع هذا الطرف أو ذاك وتحاول أن تفرض ربما أجندة معينة لها، وهذا الواقع هو الذي أوصل البلاد إلى الصدام العسكري وقفل أفاق الحل السياسي. هذا الأمر حقيقة الآن يبدو لي بأنه سيتغير، يعني وفقا لما حصل في برلين، وبحيث سيتم إحالة نتائج مؤتمر برلين إلى مجلس الأمن لكي يصدر القرارات التي تلائم هذا الوضع الجديد. وأعتقد بأن تلك القرارات بكل تأكيد ستكون يعني في صالح الوضع يعني الاتجاه الشيخ الليبي نحو الحل السياسي. وأيضا مع أن عند مسؤولة ميركل عن كيفية متابعة هذا الأمر وهل سيكون هناك عقوبات أو إلى آخره، ولكن طبعا نعلم بأن هذا مجتمع دولي مصداقية الدول و يعني تحتاج إلى إثبات عملي ليس بالكلام فقط،
ربما تقول دولة أي كلام، ولكن ما يجري على الأرض وسلوكها نحو ليبيا هو الذي سيثبت يعني بالفعل إن كان هناك يعني صدق وحسن نية متوفر لدى تلك الأطراف. طبعا في حالة ثبوت عكس ذلك يعني سوف نشهد ربما تصعيد جديد، أو ربما نشهد مؤتمر برلين آخر أو غيره. حقيقة نقول بأن نقطة انطلاق اليوم جيدة، هي بالنسبة لليبيين نقطة جيدة، وبصراحة حينما يكون هناك لنقل يعني مسؤولية لدى الأطراف الليبية التي تم اختيارها من جميع الأطراف في لكي يبدأوا المسار السياسي في جنيف، أعتقد بأن هذه المسؤولية إذا ما استشعروها كما استشعرتها مثلا اللي هي اللجنة الستين التي أنجزت ما عليها، هي الوحيدة التي أنجزت ما عليها وأكملت يعني واجبها نحو الشعب الليبي بأن أصدرت مشروع الدستور حتى وإن كان تعرقل الاستفتاء، ولكن هي في النهاية قامت بما عليها. لذلك أعتقد أن لجنة الأربعين هذه إذا ما تحملت المسؤولية كاملة وعمل الجميع بروح وطنية وبصدق نية، أعتقد أن الحل في ليبيا يعني قريب جدا، وليس من الصعب أن نشهد دولة واحدة بحكومة واحدة وعاصمة للجميع، وهذه مسألة مهمة جدا، عاصمة تكون للجميع. ولكن طبعا نعلم بأن مواضيع أخرى مهمة جدا تتعلق بالثقة بين الأطراف، تتعلق ببناء مؤسسة عسكرية جديدة تكون يعني متوافق عليها بين الليبيين وتضم عسكريين نظاميين، ويكون أيضا لدينا موضوع اللي هو معالجة موضوع الميليشيات في كل أنحاء ليبيا، بحيث لا يكون هناك أي منطقة في ليبيا فيها أي إلا جهاز نظامي إما عسكري وإما شرطي. وهذا الأمر طبعا زي ما ذكرت لك يا أخي أنه ليس صعب يا عسكري يا سيد حافي، أنه مش من الصعب أن الليبيين يتوصلوا إلى مثل هذه التوافقات في وجود خلفية دولية متوافقة أكدت على أن الحل في ليبيا حل سياسي وليس عسكري كما كان يتصور البعض. وهذا طبعا أعتقد أنه أمر جيد، وهذا في تصوري نجاح كبير لمؤتمر برلين في أن يضع هذه اللجنة الأساسية في طريق حل الأزمة الليبية. طيب في سؤال آخر معك سيد سنوسي، إذا عمليا الآن الكرة في ملعب اللجنة 5+5 لما تكلموا على مسألة وقف إطلاق نار أو هدنة تتطور لوقف إطلاق نار، والكرة في ملعب اللجنة بتاعت الأربعين اللي مجلس الدولة مجلس النواب، ونبي نحكي لك على مجلس النواب مجلس الدولة في السؤال الأخير هذا. يعني في ناس عندهم مخاوف واجد، خصوصا الناس اللي عايشوا تجربة حوارات تونس والجولات الماراثونية في الحوارات بين مجلس النواب مجلس الدولة، ودائما نصطدم بعقبة الأسماء، من اللي يمشي ومن اللي يقعد. في تقديرك الأجسام السياسية بوضعها الحالي، مجلس النواب ومجلس الدولة عندهم القدرة أن هم يصنعوا معجزة التوافق السياسي مع المظلة الدولية اللي في برلين؟ هي خلينا نقول ما مش لدرجة أن هي معجزة، هي صحيح يعني هناك صعوبة لما يبدأ فيها صراع يصل إلى حد الصدام المسلح ويصل إلى حد يعني سفك الدماء الليبية وانتهاك يعني نقول حرمات المنازل المدنية وكذا، هذا أمر بالتأكيد يصعب المسألة، ولكن ليس مستحيل يعني، لأن صراحة يعني شهدنا العديد من الأزمات ربما كانت أعظم من أزمة ليبية بمراحل فلكية. إذا كنا ذكرنا دولة مثل رواندا التي قتل فيها 800,000 من سكانها في خلال 10 أشهر فقط، ويعني حقيقة يعطينا الأمل لأنه يمكن أن ننجح، يعني يمكن أن ننجز ذلك ويمكن أن نفعلها نحن الليبيون الآن، بأن نتحمل الجيل اللي موجود الآن يتحمل المسؤولية أمام التاريخ الذي يسجل وأمام الله الذي يشهدنا وأمام شعبنا الذي ينتظر الكثير من يعني من النخب السياسية ومن حتى من الإعلاميين ومن غير ذلك. كلنا حقيقة يعني نقف على عتبة خطيرة جدا، يعني أن ليبيا الآن يجب أن تبنى وأن يقف يتوقف خطاب الكراهية بين الليبيين وأن تمضي الأمور قدما، يعني لأننا نتكلم حقيقة عن دولة هي ورثناها دولة واحدة، يعني حقيقة ليس من المعقول أن نقبل أو نرضى بأن يتم انتهاك سيادة ليبيا أو مثلا بعض الأصوات التي ترتفع بإمكانية تقسيمها أو غير ذلك. هذه كلها
أمور مرفوضة حقيقة في لدى الحس المواطن الذي يفكر في أن هو ورث ليبيا واحدة، فلماذا لا يورثها إلى الأجيال من بعده دولة واحدة ومستقرة، دولة للجميع، ديمقراطية تكفل حقوق الجميع، طرابلس عاصمة، عاصمة كل الليبيين، وكل ليبي من حقه أن يكون يعني يدخل إلى هذه العاصمة وفق يعني توافقات ووفق دستور وقانون إلى آخره، وأن يكون لدينا مؤسسة عسكرية. هذا أمر ليس مستحيل، لأنه ليس أول مرة ليبيا تبنى فيها مؤسسة عسكرية. سبق أن بني الجيش السنوسي الذي تحول فيما بعد إلى الجيش الليبي، وبعد ذلك استمر هذا الجيش إلى أن رغم كل الظروف يعني ورغم أن هذا الجيش أقحم في مناسبات عديدة خلال النظام السابق بحروب عبثية تشاد إلى آخره، ثم حصلت أحداث 2011 للنيت، ونعلم بأنه دمر هذا الجيش، وأصبح لدينا حقيقة الآن ضباط ربما يعني لا يزالون في عمر الذي يسمح لهم بأن يؤسسوا من جديد لمؤسسة عسكرية واحدة يقبل بها جميع الليبيون. هذا الأمر ليس مستحيل، فلذلك فإن الخمسة زائد خمسة خمس العشر ضباط هؤلاء تقع عليهم مسؤولية كبيرة جدا بأن يتعاملوا بمسؤولية وبروح وطنية ويفكوا هذا الاشتباك الحاصل في العاصمة، ولكي تتوفر يعني يتوفر الأمن ويتوفر يعني إمكانية عودة النازحين إلى ديارهم. نعلم نعم. أن كل الاشتباكات تحصل في مناطق طيب. سكنية. هذا الأمر حقيقة هو الذي ينبغي العمل عليه والسير فيه بهذا الاتجاه اللي هو السياسي السلمي. أشكرك جزيل الشكر سيد السنوسي الشريف، كنت معنا من العاصمة طرابلس، المحلل السياسي المهتم بالشأن السياسي. أشكرك جزيل الشكر، وخلونا نرحب بضيفنا الدكتور عبد المنعم ليصير عضو السابق، عضو مؤتمر وطني سابق. دكتور عبد المنعم سعداء جدا بانضمامك لنا في نقاشنا التفاعلي في تغطيتنا المستمرة على نتائج مؤتمر برلين. وخليني نسألك السؤال اللي سألناه لكل الضيوف، نسمع وجهة نظرك في البيان الختامي ونتائج مؤتمر برلين. السلام عليكم، مساء الخير سيد خليل. نعم مساء النور المشاهدين الكرام والضيوف الكرام. الحقيقة يعني كل الأمور هذه يعني لما تسمعها يعني ما هي جديدة، كل البيانات وكل اللقاءات وكل كلام هذا من حيث المبدأ كلام سليم، يعني زي ما صار في الصخيرات ترتيبات أمنية وكل شيء وفك سلاح ومجموعات مسلحة واستيعاب وحكومة وطنية والحرية والدولة، بناء الدولة الجديدة زي ما كان ضيفك هذا يحكي، كل الكلام هذا يعني جميل جدا يعني، لكن الواقع، الواقع الأليم اللي يفرض نفسه، واللي ضيفك الشخص تقريبا هو ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين يعني. لا بغض النظر دكتور عبد المنعم، لان الضيف مش موجود عشان يرد عليك، يعني حق الرد، يعني حق الرد مكفول له، هو مش موجود الان. بغض النظر الكلام طيب. سمعناه كل التدويخ في الشعب الليبي والتخدير والضحك عليه يرجع مره ثانيه، كل ما يضيق عليهم الخناق، الدائره الاجراميه الارهابيه هذه اللي تسيطر على ليبيا، يجوا يطلعوا ويتكلموا بالدولة المدنية والديمقراطية والليبيين كلهم وتعالوا العاصمة ونبنوا جيش وسم في العسل، عرفته كل الكلام هذا يعني بتغاضي بالكامل أن في قوات مسلحة عربية ليبية بكاملها بقدراتها موجودة. قال كان ابنوا جيش مرة تانية، معلش ابنوا مرة تانية يعني، وبيشيش كل هذا، كل السم في العسل، يضحكوا على الشعب الليبي ويشردون نفس ال ويفكوا الخناق اللي جاء عليهم، لأن يعني الخناق هذا خلق الشعب الليبي بانتفاضته وطلبه من القوات المسلحة أن هي تحرر من هذا العبث ومن هذا الإجرام والإرهاب. يعني شنو بعد يجيبوا طيب. إرهابيين طيب تشوف أنه ما في شيء جديد في برلين دكتور منعم إلى طرابلس؟ دكتور منعم لو تسمع فيها تشوف أنه ما في شيء جديد الآن جاء في مؤتمر برلين؟ لا ما شيء في شيء، كله كلام زايد، ما تصدقوش كلام هذا كله، كلام مساحة اللي هل هم لما طلعوا من الصخيرات حطوا ضمانات أن الترتيبات الأمنية يتم تنفيذها؟ لما بعد ما تنفذتش هل اتخذوا أي إجراءات؟ هل داروا أي شيء؟ ما داروش حتى حاجة. الشروط كلها اللي داروا بها الاتفاق باش تتبت هذه الحكومة يسموها حكومة الوفاق،
اللي هي وصلتنا في الحرب الأهلية. يعني ما فيش عاقل في الكرة الأرضية هذه يسأل نفسه كيف نسموها حكومة وفاق وهي تسببت في حرب أهلية ودمرت البلاد ووصلتنا في أن هو طرابلس معبية الآن بإرهابيين سوريين من إدلب وغيرهم وجرامين وتفخيخ عين زارة الآن يتم تفخيخها زي ما تم تفخيخ قنفودة وكل المناطق في بنغازي على نفس السياق. تعالي من يلحقه؟ طيب نبي نسمع رأيك دكتور منعم، نسمع رأيك نعم. في تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي تكلم وقال أن موضوع إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا يجب أنه يتوقف. كيف تقدر تقرأ من خلال التصريح هذا الدور الفرنسي في برلين جميل. والدور الفرنسي المرتقب في مجلس الأمن؟ نعم كله جميل. ليش السيد ماكرون ما بعتش حامل الطائرات ولا شيء، والله بعت حاجة توقف هل وبعت الطائرات توقف توصيل هالإرهابيين لطرابلس؟ الكلام ما ينفعناش. 9 سنوات وإحنا الشعب الليبي ينزف من الدماء، وإرهابيين إجراميين ينتمي لتنظيم دولي في استمرار للضحك على الشعب الليبي وتدوير وخلط الأوراق وتدوير وشراء الدمم والضحك على الدقون واستعمال السدج لماربهم. ويعني شنو الفائدة من هي؟ احنا نحكو نبو خطوات حقيقية مش كلام وبيانات واجتماعات. وفي الأخير بكل حد لما توصلت القوات المسلحة إلى قريبا أن تحسم الأمر يجوا ويفتحوا مسرحية مع أردوغان. تفضلوا يا سيدي، هاو عندنا برلين. ما كم سنة هم شيبوا توا، هم يبوا يخشوا في مسرحية جديدة زي متاع السخيرات. عام عامين عرفتوا تفكيرهم الضحيل البسيط وشخصنتهم في موضوع في شخصية المشير حفتر، أن والله يقولوا لبعضهم يقولوا والله عام غنشرونا عام عامين تو يموت، كأن ما فيش قضية في ليبيا، كأن ما فيش ليبيين تانيين يرفضوا أنهم هم يعيشوا تحت الإرهاب وتحت الإجرام وشوفوا بلادهم تتدمر وتقسم. كأن ما فيش إلا خليفة حفتر هو اللي قدامهم، ما فيش شعب. يعني الرقعة الجغرافية كلها هذه اللي سيطر عليها الجيش الآن، القوات المسلحة العربية الليبية اللي حاطة بهم ومسكر عليهم الخناق الآن كلها، وهالشباب هذوم اللي يجوا من جميع أنحاء ليبيا من أقصى الشرق والأقصى الجنوب ومن ترهونة ومن الجبل الغربي من كل مكان، تلبية لنداء الوطن لتحريره من هذه الشرادم الإجرامية الإرهابية، وأعوانهم اللي يعطوا فيهم الغطاء السياسي والإعلامي يضحكوا على الشعب الليبي ويصبوا له العسل في السم، السم في العسل، ويضحكوا عليه بالعبارات الرنانة هذه، كلنا ليبيين والعاصمة كلها ونديروا جيش جديد وكلنا تمام وما في شيء، وتفضلوا يا ليبيين عيشوا بسلام مع الجماعة هذوما اللي جبناهم من سوريا غير بيحافظوا على الدولة المدنية، بس ما تخافوش. فهمت؟ معلش يعني حتى كان خشوا على حشان الناس وانتهكوا أعراضهم ولا شيء، معلش هذه حاجات تصير في كل مكان، تحملوها واللي تجي فيه ربي صبره. هذا كلامهم. طيب دكتور منعم، هذه الحلول بتاعهم اللي يديروا فيها. طيب هذا ما زالوا مجرمين، ما زالوا مصرين على تدمير الدولة. طيب دكتور منعم، نسألك على نقطة مهمة جدا. فيه الضحك على الشعب الليبي. نعم. نسألك على خيارات وموقف القيادة العامة للجيش الوطني. هل في تقديرك القائد العام للجيش الوطني حيستمر في مسألة وقف إطلاق النار في خلال الفترة هذه؟ والله الوقف إطلاق النار ما وقفوش إطلاق النار، إلا هو ما وقفش إطلاق النار أصلا، هم المجرمين متاعينهم هذوما اللي جايبينهم ما وقفوا، قاعدين اختراقات. القوات المسلحة تثبت للعالم أن هي عندها قيادة وسيطرة، وكل من يحمل السلاح تحت رايتها يلتزم بالأوامر وواقف إطلاق النار، ولكن القوات المسلحة ترصد كل الاختراقات وكل اللي يديروا فيه كل هذه المناورات. يجيك واحد يعني راضع حليب أخوان المسلمين في صغرة من الثانوية العامة وجي يصور لك في كلام أنه جميل ما في شيء، وهم يجيبوا في الصواريخ ويجيبوا في المضادات الدفاعية الجوية ويجيبوا في الإرهابيين يكروا فيهم على متن الخطوط الليبية الأفريقية. عمرها ما صارت في تاريخ البشرية
ان عندك شعب يجيب لك، عندك نخب ناسك من شعبك يقولوا احنا ليبيين ويمشي يجيبوا لك بفلوسك ارهابيين باش يقتلوك، وقبلها بشهر يقولوا احنا شاوس واحنا جيش وطني تابع حكومه الوفاق وتحارب من اجل الدوله المدنيه والديمقراطيه ومش عارف ايش وكلهم ليبيين. وتوه جاي معاه يقول لك والله بيجيبوا خمسه ضباط وخمسه ضباط من هنا وخمسه ضباط من هنا. تهو في ضابط عنده شرف؟ في ضابط عنده شرف يتبع هدومة؟ طيب سيد دكتور السماعي. دكتور منعم طيب نسألك على سؤال آخر مهم. لا السياسة في جنب والدبلوماسية في جنب، خلينا الرسالة نوجهها لهدومة كلهم اللي يسموا فيهم ضباط ومقعمزين في جنب السراج وهدومة والميليشيات هدومة اللي يعطف التحية لهيكمة الشوري وغيرهم. طيب لكن القيادة العامة وافقت، القيادة العامة قدمت أربع أسماء. نعم سيدي السؤال مرة ثانية. القيادة العامة للجيش الوطني وافقت على مسألة لجنة 5+5 وقدمت خمس أسماء. ماشي سيدي وافقنا، وافقوا وقعمز معاهم حتى في القاهرة. هل هذوما عندهم رأي هم يقدروا يديروا شيء هم لما يرجعوا؟ فمن هو اللي قرر؟ في 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 جبهة الميليشيات والإرهاب هذه، فمن اللي قرر؟ في قيادة هي؟ في يسمعوا لهم الضباط هذوما؟ ثم داروا وش اسمها هذه؟ لا إله إلا الله المسار العسكري في القاهرة داروا حتى قبلها، مش داروا ترتيبات أمنية وداروا مسرحية، وأن رئيس الترتيبات الأمنية اللواء الطويل عبد الرحمن الطويل وغيره 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 كلام توينها. طيب عليش الضحك يعني؟ غير بس يا ناس يعني معليش خلينا نكون منطقيين ونفكر الشعب الليبي بس معليش مش مضحكوش عليكم. وين الترتيبات الأمنية؟ هي الشروط الأساسية أن ما عاش فيه ميليشيات وما عاش فيه إرهاب. كان ما فيش ميليشيات وكان تم الترتيبات الأمنية اللي الشرط الأساسي باش تكون فيه حكومة وفاق. يا سيدي خلي حتى الاعتراف بمجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري خلي على جنب. ترتيبات الأمنية، هذه الترتيبات الأمنية اللي دروها اللي زادت الفار والقطوس والبقرة والزمرينة ومش عارف إيش، وزاد الإرهاب وزاد وجدت هبة يعني مجموعات جديدة شباب الآن أقحموهم في القتال وفي الإرهاب وفي التهريب، شباب صغار يعني كانوا أطفال في 2011 الآن يعني بدأت أجيال يجيبوا فيها ويحاربوا بيها. وفي طرابلس الناس يعرفوا يسألوا عائلاتهم اللي ما عندهاش ولد يحطه يمشي يقعمس في مليشيا يحصل مرتب فيه اللي ما عندهاش كيف يعيش. تخذوا فلوسهم وخذوا فلوس أموال الشعب الليبي وقعدوا يخدموا في صغارهم بيقتلون بيه. طيب دكتور منعم بسألك على موضوع مهم هذا. من خلال تجربتك السياسية في المؤتمر الوطني العام وانت عضو مؤتمر وطني سابق، كيف تشوف الآن في الاجتماع اللي فيه حيكون في جنيف في يوم 27 وحيضمع يعني حيكون فيه أعضاء 14 شخصية من مجلس النواب و14 شخصية من مجلس الدولة، شن تقديرك لفرص نجاحها؟ والله اللي شيء مؤسف ومقرف في نفس الوقت، هذا اللي سموا فيه مجلس الأعلى للدولة، هذا أنا سميه مجلس الأعلى للخيانة والعمالة والسداجة معها. هذا ما مشوا داروا مسرحية في السخيرات ومشوا ولوا. لو سمحني معلش خلي نقولها بصراحة ونقولها بكل من غير دبلوماسية للشعب الليبي، هذا ما اللي تشوفوا فيهم اللي انتخبتوهم، بعض منهم انتخبتوهم ومقعمزين في مجلس النواب، الأغلبية منهم سامحوني معلش يراه أفكارهم قوتهم الذهنية ضحيلة، عنده يركب في طائرة ويمشي قعمس في هوتيل انت أربع نجوم وهذه قمة، ما يفكرش في شيء تاني راهو. وفي اللي جونا قالوا لنا بالحرف الواحد يعني في اللي قال لي انت تعرف روحك والله ما يصير منها، هذا واحد منهم اللي ماشيين تو لجنيفا، واحد منهم هو اللي قال لي جاي قال لي كلام هذا في 2013. هذا ما يعتبروا فيها لعبة، ما يفكروش ان هذا مستقبل اجيال وناس ودولة تدمر ووقت ضايع، ما يفكروش فيه كلام هذا. هذا ماشيين بقعمز وبيجوا وكلها دائرة مفرغة ما يهمهمش، هذا بيديركم دولة هذا تو شوفوا. طيب خليهم يمشوا يا سيدي وتو تشوفوا شنو يصير، هي كلها دائرة مفرغة باش يضيعوا بها الوقت. يقول لك يعني معلش اني بكلمة بنكملها، كلام اللي يقولوا فيه لانفسهم بالبساطة والسداجة
ان نخلي نمشوها عام عامين، حفتر كبير في العمر باقي يموت، كان ما فيش قضيه الا حفتر. طيب دكتور منعم، في سؤال اخير معك، كيف تتوقع الان حيكون الدور الاوروبي، خصوصا ان الاوروبيين يقولوا نحن محتاجين ان نستعيد دورنا التاريخي في المنطقه ونحن نجد حل الازمه الليبيه؟ دورهم التاريخي اسود، دورهم التاريخي شنو فيه من 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 يعني، هم الاوروبيين الحقيقه يعني خلينا حلوا مشاكلهم هم داخلي في اوروبا، تمام، كل في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه طحون في بعضهم وما تنحلش مشكلتهم لين يجيبوا امريكا يعني هم حلوا عمره حل مشكله ماشي حل ما احنا راه مشكلتنا في ليبيا، راي في الحل في الشعب الليبي لما نفيقوا من هالغيبوبه اللي عايشين فيها، بالذات الناس اللي عايشين في المناطق المحرره اللي ما همش تحت ارهاب الميليشيات، ونفيقوا ونطلعوا على بكره ابينا ونطالبوا باشياء بسيطه جدا بسيطه، راي الميليشيات ما في لازم تنتهي، ما فيش اي مدينه ولا يجيها ولا قبيله ولا مجموعه تملك سلاح ولا عندها تشكيل مسلح. وعلى فكره هذا راه قرار صادر من المؤتمر الوطني العام، صدر يعني بجهد جهيد وموجود القرار هذا، قانون كل الكلام هذا اللي يدير فيه اللي حتى بغض النظر هو المجلس الرئاسي هذا ما عنده شرعيه دستوريه ابدا، بس حتى لو عنده دستوريه ويستعمل في الميليشيات هذه راهو مخترق القانون. ما فيش حمل السلاح ثقيل والمتوسط مجرم بناء على القانون الليبي، بناء على القانون. ولهذا احنا الشعب الليبي نطالب في اشياء بسيطه، ندعم القوات المسلحه العربيه الليبيه وندعم مجلس النواب المنتخب ونطلب جمع السلاح المتوسط والثقيل فورا وفك جميع التشكيلات المسلحه، هذا هو الحل السياسي. وبعدين الحكومه المؤقته ما زالت موجوده، هذه الحكومه هي المعترف بها لان هي مشكله من مجلس النواب اخر جسم تم انتخابه. اما مسرحيه المجلس الاعلى للخيانه والعماله والمجلس الرئاسي ومش عارف ايش وبنمشي بدوره كامله، راهو ما فيش حل، راهو طيب ما فيش حل في ليبيا الا بالقوه، بقوه السلاح وقوه واراده الشعب الليبي لتجريد هذه الميليشيات وهذه الجماعات المارقه والارهابيه من سلاحها وارجاع هيبه وسياده الدوله الليبيه، ما فيش اي حل ثاني. طيب اشكرك 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 جزيل الشكر دكتور عبد المنعم نسير، عضو المؤتمر الوطني سابق، سعداء جدا بانضمامك لنا في نقاشنا وفي حوارنا التفاعل احنا نتكلموا على نتائج برلين. الشكر من جديد للدكتور عبد المنعم نسير، وايضا كان قبل معنا المحلل السياسي السيد سنوسي شريف من العاصمه طرابلس، وايضا قبلها معنا الجارح. حنطلع فاصل، بعد الفاصل بنشوفوا برلين، نتائج برلين من وجهه نظر روسيه، ولكن فاصل قصير ونكون معكم من جديد. إذا أهلا بكم من جديد، وخلوني نرحب بضيفنا اللي انضم لنا من موسكو السيد مسلم شعيتو رئيس مركز الحوار الروسي العربي. سعداء جدا بانضمامك لنا سيد مسلم، أكيد تابعت زي ما تابع كل المراقبين والمتابعين مؤتمر برلين والنتائج. أنا بنسألك جزئية محددة لها علاقة بالموقف الروسي، كأن شفنا نوع من التلويح من الروس من الجانب الروسي بفيتو مستقبلي في مجلس الأمن لما الأوروبيين اقترحوا أنهم يرسلوا بعثة لحفظ سلام، بعثة أوروبية عسكرية يقودها الإيطاليين، شو تعليقك على الموضوع؟ روسيا منذ 2011 عندما تم تطبيق قرار مجلس الأمن بحظر الأجواء الليبية والمخالفة التي ارتكبتها أوروبا بقصف ليبيا، والتي أعلن الرئيس بوتين مرارا أنها مخالفة لكل القوانين الدولية وللأعراف ولسيادة الدول، انطلاقا من ذلك لن تسمح روسيا باتخاذ أي موقف منفرد في مجلس الأمن، تتيح مرة أخرى للأوروبيين التدخل نتيجة لتجربتهم السابقة بتدمير ليبيا
وما زالوا يسعون جاهدين لاستمرار هذه الحالة من الفوضى والدمار رغم ما حذرت منه روسيا مرارا وتكرارا أيضا. وكان آخرها كما قال الرئيس بوتين، إذا استمر الوضع هكذا ستكون ليبيا بوابة انطلاق المنظمات الإرهابية إلى كل أوروبا وأفريقيا. إذن روسيا سترفض ما تسعى إليه الدول الأوروبية وتطلب دائما الحوار بين كل الأطراف المعنية في الصراع، دفع الأطراف الليبية لوقف إطلاق نار على خلفية الحوار السياسي. طيب كيف شفت بالمجمل النتائج والبيان الختامي لبرلين؟ وشفنا يعني توافق تناغم خلينا نسموه في المواقف الدولية والإقليمية بخصوص ليبيا، تقريبا الجميع متفق على عناوين عريضة، منع تدفق السلاح، وقف إطلاق النار في ليبيا إلى آخره. هل تشوف أن هذا حينتقل لحيز التنفيذ العملي في الأيام الجاية، أو أنه حيكون فقط شعارات سياسية للاستهلاك الإعلامي؟ يعني انطلاقا من التجربة التي تحدثنا عنها، الموقف الأوروبي نعتقد أنه لن يلتزمون بالمقررات التي اتخذت، لكن ستفرض موازين القوى في ليبيا يعني الأجندة التي يجب أن تمارسها. وبالأساس الاتفاق المعلن هو اتفاق الذي تم بحثه في روسيا، لم يوقع لأسباب متعددة ذكرناها سابقا. وأعتقد وقف إطلاق النار والحوار بين الأطراف هو الطريق الوحيد التي ستسعى روسيا لتنفيذه. وتصدير الأسلحة نعم هو مرفوض لأي أطراف غير شرعية في ليبيا، وروسيا تعرف من هي الأطراف وكيف التعامل معها. طيب في تقديرك شن هو الموقف الروسي من استمرار إرسال المرتزقة بحسب التقارير، بحسب تصريحات الدكتور غسان سلامة رئيس البعثة الأممية للدعم السياسي في ليبيا اللي تكلم عن أكد وجود مرتزقة يحملوا هم في الجنسية السورية ويجوا عبر المطارات التركية؟ الموقف الروسي واضح من خلال المعلومات الروسية التي كانت تصدر دائما، والتي قيلت أكثر من سنة أن القوات الأمريكية تقوم بنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، وحاليا يتم نقل جزء من هذه المنظمات عبر تركيا، لأن تركيا والولايات المتحدة يمارسان نفس السياسة. لكن روسيا تسعى جاهدة لإقناع الأتراك بأن هذه الأساليب بالتعاطي مع الأزمات الدولية غير صحيح، وأكبر دليل هو فشل مؤتمر أو بالأحرى لقاء موسكو، التي كانت سبب فشله هو الحضور التركي والتوجه السياسي التركي. طيب سؤال للمستقبل أستاذ مسلم، وبخبرتك في السياسات الخارجية الروسية، إلى أي مدى حيكون في تناغم أو توافق أو الحد الأدنى من التوافق بين السياسة الخارجية الروسية وبين السياسة الخارجية التركية بخصوص ليبيا؟ طبعا لن يكون هناك أي توافق بالنسبة لليبيا إذا ما استمرت تركيا في هذا السلوك والمواقف المعلنة، والتي حتى تحدث عنها اليوم الرئيس أردوغان، وكان جواب مناقضا من الرئيس بوتين، لأنه أشار إلى أن الجنرال حفتر هو يريد استمرار الحرب، لكن الرئيس بوتين لم يوافق على هذا التحليل واعتقد وقال أن الأمور تسير بشكل طبيعي ونحو وفاق ووقف إطلاق النار. إذن الموقف الروسي والتركي يتناقضان في ليبيا، لكن للأسف هناك موازين قوى جديدة أو بالأحرى مستجدة، أن طرفا ليبيا استدعى القوات التركية، وتركيا أرسلت جزء من المنظمات الإرهابية من ليبيا إلى من إدلب إلى طرابلس، وهذا سيفرض أيضا وقائع جديدة ليس بالتعامل معها بمنطق سياسي، لأن روسيا تعتقد أن استمرار الصراع يظل هذا الحشد هو سينعكس سلبا على الشعب الليبي أولا وعلى البنية التحتية في طرابلس. نعم أشكرك جزيل الشكر رئيس مركز الحوار الروسي العربي الأستاذ مسلم شعيتو، كنت معنا من موسكو، أشكرك جزيل الشكر. للناس اللي التحقت بنا الآن نذكروا من جديد بتصريحات المضيفة لمؤتمر برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونرجع من جديد في الخمس دقائق الأخيرة للتعقيب.
الأطراف التي لها دور في الأزمة السياسية. كان هناك 12 دولة، الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة وبريطانيا، أيضا دعونا المملكة العربية المتحدة، مصر، كونغو، إيطاليا والجزائر، وجميعنا كنا متفقون أيضا مع المنظمات الإقليمية، جمع الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، وطبعا أيضا الاتحاد الأفريقي، أننا بحاجة إلى حل سياسي. طبعا اتضح هذا الموضوع في الأيام الماضية أنه ليس من فرصة للحل العسكري، فسوف ذلك سوف يزيد من معاناة الشعب. واتفقنا على خطة شاملة على الخطوات المستقبلية، وسوف أعطي الكلمة أيضا السيدة إلى سلامة وسيد غوتيريش، وأتشكرهما لجهودهما، وأيضا نحن من الجهة الألمانية وزير الخارجية، وأنا بالفعل قد بذلنا جهود مضنية، والجميع الأطراف قد عملت معنا بشكل مكثف، والجميع موافقون على أن يجب احترام حظر الأسلحة، ويجب مراقبته والإشراف عليه بشكل أقوى من الماضي، أو وإلا هذا الحل العسكري سوف يبقى قائما. والجميع كانوا متفقون أن الوثيقة التي تمت المصادقة عليها تحتاج أيضا إلى تأكيد من مجلس الأمن لتدعيم حظر الأسلحة. ونعرف أننا اليوم لا نستطيع الحل بيوم واحد المشاكل كلها في ليبيا، ولكن نعطي دفعة جديدة لها. وكان من المهم أن الموجودين الرئيس الوزراء سراج والمارشال حفتر اليوم حول الخطوة التالية بقيادة السيد سلامة فيما يتعلق باللجنة العسكرية 5+5، أنهم سميا لنا الأسماء لتلتقي هذه اللجنة، وهذا اللقاء يجب أن يكون بالفعل أساس لتدعيم الهدنة العسكرية. وفي الأسبوع المقبل سوف يتم لقاء لهذه اللجنة. كذلك حصلنا أيضا على موافقة جميع الأطراف الموجودين أنه حتى لقاء اللجنة العسكرية 5+5 أن المشاركين في المؤتمر أنهم لن يقدموا أي دعم للأطراف المعادية لوقف العمليات العسكرية وللالتزام بالهدنة. وأظن أن بالفعل عملنا اليوم على هذه الروحية، على أننا على خطى السيد سلامة، أننا نستطيع أن نواصل هذا السبيل. هناك إذن النقطة المهمة في نهاية مؤتمر برلين وفي البيان الختامي أن ما تم التوافق عليه اليوم في برلين حيحال لمجلس الأمن، والكرة في ملعب مجلس الأمن الذراع التنفيذي للأمم المتحدة. خلونا نذكره أن مجلس الأمن من يوم 4 أبريل لما أعلن الجيش الوطني عملياته لنزع سلاح المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، مجلس الأمن ما اتخذش أي نوع من أنواع القرارات رغم تقديم الدكتور غسان سلامة 10 إحاطات. الكرة في ملعب مجلس الأمن بحسب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ونرجع أيضا نذكره بتصريحات في ختام وفي المؤتمر الصحفي الختامي بعد مؤتمر برلين، نرجع نذكره من جديد بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش. نشوفه ونرجع من جديد للتعقيب. أود أن أتقدم بكل التقدير والشكر للمستشارة ميركل والحكومة الألمانية لعقد هذا المؤتمر.
إن الالتزام الكامل والمتحمس للمستوى الأمنية فيما يتعلق بالوصول إلى حل في ليبيا هو شيء ملحوظ ومقدر جدا من قبل الأمم المتحدة. اليوم في برلين قام الدول الأعضاء مع منظمات دولية بإرسال إشارة واضحة للالتزام الكامل بالحل السلمي للأزمة الليبية. وأود أن أتحدث عن ثلاث نقاط بشكل سريع. أولها أنني أود أن أؤكد على أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا. كل المشاركين قد أكدوا على ذلك، مع أنهم هم ربما يكونوا أيضا مشاركين بشكل مباشر في النزاع، ولكن كل المشاركين هم ملتزمون بعدم التدخل في هذا النزاع الليبي، وهذا أحد النتائج لهذا المؤتمر، وأيضا الدعوة لإسكات الأسلحة والأعمال العدائية. ثانيا، نحن ندعو كل الأطراف من الامتناع عن أي شيء قد يؤجج من النزاع، وأنا أحث كل الأطراف والمجتمع الدولي أن يلتزم بكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح، وأيضا العودة إلى العملية السياسية هو شيء مهم جدا. ونحن ملتزمون أيضا بمسألة هذه العملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي تمهد الطريق لحل الأزمة في ليبيا. هناك ثلاث مسارات والتي تم تحديدها. أولا المسار الاقتصادي، وهو حاليا. إذن تناغم وتوافق دولي إقليمي في مؤتمر برلين، ويبقى السؤال للمستقبل، هل التناغم هذا يمكن استنساخه في مجلس الأمن أو لا؟ وهل التناغم الإقليمي الدولي والجميع يتكلم على نقاط مشتركة، رغم أن مؤتمر برلين ما غصش في التفاصيل، تكلم على ثلاث نقاط أساسية: منع تدفق السلاح إلى ليبيا، مسألة وقف إطلاق النار، ومنع التدخل الخارجي داخل ليبيا. هذين الثلاث عناوين العريضة ما دخلت في تفاصيل. على سبيل المثال، مؤتمر برلين ما حكاش على الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وبين رجب طيب أردوغان، مسألة الاتفاق اللي فيها جانبين، الجانب البحري وفيها أيضا الجانب الأمني. نذكره من جديد أيضا ببعض النقاط اللي جت في البيان الختامي لمؤتمر برلين، منها التشديد على ضرورة الناس اللي هم انتهكوا القانون الدولي الإنساني، الدعوة للامتناع عن التدخل في النزاع المسلح داخل ليبيا بحسب مؤتمر برلين، وأيضا التأكيد على الحاجة إلى مراجعة مالية للمؤسسات الموجودة، المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، طبعا إشارة إلى البنك المركزي وإشارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، تشجيع على إنشاء آلية لإعادة الإعمار. هذا كله من ضمن النقاط اللي جان في البيان الختامي. الدعوة إلى التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط الليبي تحديدا، ما قالوش الثروات، قالوا النفط، سموه بالاسم. أيضا دعوة مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية للتحرك ضد أي حد يعرقل الجهات أو الشخصيات تعرقل العملية السياسية. إذن كنتم معنا مشاهدين الكرام في تغطية متواصلة من بداية اليوم إلى هذه الساعة، ونحن مستمرين في تغطيتنا المتواصلة لمؤتمر برلين. شفتم معنا الكواليس والتحضيرات والمؤتمرات والنتائج والتصريحات أول بأول، وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة. نشكر من جديد كل ضيوفنا اللي كانوا معنا في التغطية، سواء في المساحات الإخبارية اللي فاتت أو في برنامج البلاد. نشكر السيد محمد جارح الكاتب والباحث السياسي، وأيضا نشكر السنوسي إسماعيل الشريف المحلل السياسي من طرابلس، والشكر أيضا للدكتور عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني السابق، والشكر أيضا من موسكو السيد مسلم شعيط رئيس مركز الحوار الروسي العربي، والشكر لكم طبعا مشاهدينا الكرام، تابعتونا ورافقتونا لحظة بلحظة في تغطيتنا المستمرة. تحياتي أنا خليل حاسي، وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد، نتمنى لكم أمسية طيبة.